عسلامة بيسيت. آه، نعرف اني سافي لونتون ما هبطش في الجنة كيفي على الباك وعلى البريباراسيون للإكزاما وال و اون جينيرال يعني نصايح نعطيكم من الاكسبيريونس نتاعي وكل اي نو خاطرني ديجا البريود اللي فاتت كان شفتو اي واز بيزي في حاجات اخرين. دونك في الفيديو دي باش نحكي لكم على التحضير للزيكزاما خاطر نعرف تو ان هي بريود تاع الزيكزاما كيك سوا دي كونترول على لي زيكزاما دو كونترول والا نتاع السنتيز ان شاء الله يعني قريب في القريب العاجل واكيد فما شكون ديجا بدا بال لي دو فوت كونترول. دونك حبيت نعطيكم شويه نصايح كي نرجع نتفكر في البريود تاع الباك نتاعي البريود هذيا نتاع نوفمبر ديسمبر كيفاش I was able أن نحضر للزيكزاما ونجيبني النوتات باهين. نبدو بأول حاجة اللي هو تضييع الوقت. ردوا بيكم في البريود هذه دورة ضيعوا شو بيكي معاش تتكلم ردوا بيكم في البريود هذه انكم ضيعوا الوقت شفتوا انه مثلا البروف يغيب ولا ما يجيش ولا يولي ما يقريش ولا حاجة تولوا انتم تستغلوا الوقت هذاك تمشوا تخرجوا تمشوا تفرحوا تمشوا ما نعرف شنو شفتوا كي تبدا حاجة متواصلة معناها ديما فهمتوا. دونك ردوا بالكم حاولوا الوقت هذاك اللي يغيب فيه البروف تستغلوا انتم من صالحكم خاطر برشا عباد يقروا مثلا من 8 ل 6 يروحوا في العشية ديجا يقولوا روحهم تعبين ما عندهمش حيل باش يحضروا توصل ل 11 يقولوا روحهم معناها بالحق كاو وركو هما معناها ما حضروش برشا حاجات يعني يقولوا لي رانا مثلا حضرنا كيسيون ولا اكزرسيس لقينا روحنا تعبنا سي فري خاطر عابد يفيق من 6 ولا من 6 ونص يبدا من الصباح وهو يقرا يكمل ال 6 يروح ما تعشى ما كل شيء كان مش مازال فيه الليل معناها زون 3 سوايع. دونك ماذا بيكم تستغلوا الوقت نتاعكم نتاع الصباح معناها من ال 12 للساعتين ردوا بالكم تقولوا شبه تحكي على 12 ساعتين هذاك راه وراها اما راه يو كان يوز ات نجم من ال 12 ل 12 ونص اذا كان تروحوا والا اذا كان تبقوا في الليسي باش تتغدوا ولا حاجه من ال 12 ونص حتى للساعة ونص تنجموا تحضروا فيه برشا حاجات ديجا ساعة تحس ساعة حكاية فارغة أما ساعة في الأسبوع تولي مش حكاية فارغة في الشهر تولي حكاية باهية وفي العام تولي حاجة اكستراوردينير تنجمو تحضروا فيها برشا حاجات تنجمو تخدموا فيها الهوم ورك نتاعكم باش كي تروحوا في الليل تكونوا ايبل انكم تحضروا حاجات زايدين مش كنت تبقوا لاهين بالهوم وركس فهمتوا كيفاش. دونك ماذا بيكم اذا كان بروف مثلا غايب ولا عندكم اقاز ولا عندكم مثلا ساعة باكوب دونك مش تقروا ولا حاجة تستغلوا الساعة هذيك تخدموا فيها هوم ورك تخدموا فيها اكزرسيس راهو حتى اكزرسيس عندها قيمته معناها ما تفكروش جست انكم او لازم ينقوا 3 4 سوايع باش نسمع حضرتك بالقداله هو ساعه في الاسبوع كونسيستنت معناها خير من انك خير من برشا يعني خير من دونك راهي ساعة كي تبدا كونسيستنت كل يوم تحضر فيها كل حاجة هذيك كيكو سوا ال 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 الاوبسيون اللي يعني انتم عندكم كيك سوا اسبانيول مو اللي هي ولا تحضروا فيها الهوم ورك نتاعكم ولا تحضروا فيها حتى اكزرسيس راهي ياسر مهمه وتتشوفوا الايفكت نتاعها بعد كي تبدا ديما هكا كونسيستنت فهمتوا كيفاش. دونك تعاونكم برشا انكم ما تكونوش مضغوطين في اخر النهار ولا مضغوطين في قبل اللي تكزامات تقولوا روحكم حاضرين ما تنيجليكتوش الايفكت نتاع الحاجات الصغار ان او ساعه لا راهي ساعه عندها برشا تاثير على الكونتيتي نتاع التحضير نتاعك تلقى روحك في اسبوع كملت حاجات ياسر طيارة. حاجة ثانية والنصيحة الثانية اللي هي ياسر مهمة ان حاولوا انكم يكون عندكم a very healthy lifestyle حاولوا انكم ترقدوا بالباهي ما تقتلوش روحكم بالسهر خاطرها راهي it's a very bad habit. I know ان ثم عبيد يقول لك راني ما نجمش نفيق بكري لازم نحضر كام في الليل ما عنديش حل اخر اما حاولوا كمان ما تفوتوش الليميتس ما توصلوش يعني كل ليل ترقدوا كل ليله ترقدوا 3 متاع الصباح على خاطركم في الاخر مش تفيقوا 8 باش مش تاخروا دونك تسمو رقدتوا فريمون حاجه ضئيله جدا اوركو انتم يو نيد انكم ترقدوا برشا سوايع باش الفوكس نتاعكم يتحسن التركيز نتاعكم يتحسن الاداء نتاعكم في الليسي يتحسن. دونك حاولوا انكم ما تنيجليكتوش الافي نتاع النوم خاطر عنده تاثير كبير برشا على الصحه النفسيه والصحه الجسديه او ميم طون لازمكم ترقدوا بالباهي تنظموا وقتكم خاطر لما يوصل عبد يرقد نتاع الصباح ويبدا عنده كل حاجه باش يحضرها كان نقص التركيز نقص التايم مانجمنت يخلي راحه لاخر دقيقه والا الله اعلم شنو الاسباب. دونك اذا كان انتم وقتكم منظم وقت اللعب لعب وقت الراحه راحه وقت القرايه تعملوه بطريقه منطقيه مشكم باش توصلوا انكم تخلوا روحكم تسهروا برشا تنجموا اذا كان انتم عباد ما تنجموش تفيقوا الصباح معناها بكري تنجموا تسهروا ماكس 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 ل 12 باش او موان هاكم تحصلوا شويه نوم في الليل. اذا كان انتم تنجموا في الصباح حاجه ياسر طياره يبدا التركيز نتاعكم عالي جدا البرودكتيفيتي نتاعكم ياسر باهيه مخكم ناشط بدنكم ماخذ برشا معناها طاقه من النوم دونك واي نوت انكم ترايو انكم تفيقوا بكري خاطر حاجه ياسر سمحه تبدا تفايق فما هدوء في الدار ولا في البلاصه اللي انتم عايشين فيها نجموا تحضروا ما فهمش ديستراكشن ما فهمش عباد يبعثوا لكم مساجات ولا حاجه دونك تلقوا روحكم فوكسد
واصلا تحسوا انكم بديتوا يور مورنينج بطريقه ياسر، بديتوا نقصد يور داي بطريقه ياسر برودكتيف، يعني تصوروا في الصباح تمشوا اللي سيت ديجا وانتم خدمين مثلا برشا حاجات ديجا صباح، دونك تحس انها تعطيك بوست يور انرجي وتعاونك هكا، تحس روحك يور موتيفيتد. فهمتوا كيفاش؟ تحس روحكم يور دوينج، you have already done برشا حاجات من الصباح، دونك كانك you have control over your day. ثالث حاجه اللي هي تشبه للاولانيه الثانيه اللي هي انكم تاكلوا healthy food، حاولوا انكم تخلوا الريجيم بتاعكم الريجيم اليمونتير بتاعكم متوازن، كلوا برشا غله، كلوا برشا خضره، حاولوا حتى كي تهزوا معاكم غداكم للليسي تحطوا معاه هكا فزيت شوي غله شوي خضره، تشربوا جو فريش نتاع غله صباح حاجه كاكا، معناها تعاونكم على خاطر كيما قرينا قبل العقل السليم في الجسم السليم، حاولوا تخلوا جسمكم سليم، ما تهردوش بالماكله الخايبه بالماكله الغير صحيه غير متوازنه الجانك فود، تمشوا تاكلوا من الشارع كل يوم غداكم في الكاسي ولا ما نعرف شنو هاو شامي هاو مقلوب هاو بيتزا هاو درا شنو، حاولوا انكم حتى ولو تلزيتوا مره خاطر ما عندكمش وقت، اما تكون مره بالحق في الاسبوع مش كل يوم. دونك حاولوا انه اوموا صباح تفطروا بالباهي، تاكلوا حاجات مقويات حاجات تغذيكم، على خاطر البرين متاعنا ياخذ الطاقه متاعه وياخذ الانرجي متاعه من الفود اللي نعطوه، كانه هو كرهبه وحاجتها بنوع متاع ايسونس باش يخدم بالقدا. دونك انتم الماكله متاعكم هي الفيول متاعكم، اذا كان تعطي the good quality of food راهو بدنك باش يخدم بطريقه مناسبه تعاونك انك تكون مركز انك تكون في نشاط وحيويه وكل. دونك حاولوا ما تنيجليكتوش this part please، حاولوا اجربوا برشا ماء stay hydrated وانتم تحضروا، بليز ما تقولوش شبه تحكي في حاجتك اعطينا كيفاش نحضروا للزيك زعما، راهو هديه let's say 60% 70% من انك من الجول نتاعكم، يعني فهمتوا هديه كي تقولي اعطيني نصيحه هديه 70% من النصايح باش نعطيها لكم، انكم ما تهملوش البارت هذا نتاع صحتكم نتاع جسمكم نتاع الماكله نتاعكم نتاع نومكم، خاطر مهم برشا راهو فهمتوا. باهي توا الاخرانيه اللي هي حاولوا ان كل درس تقروه اجور، معناها اجور معناها ان مثلا اليوم قريت درس تعمل باللي زيتا، يعني قريت درس نتاع مات معناها هو فادير مات اليوم قريت ديجا تبدا ركز في الكلاس، حاولوا تركزوا في الكور، حاولوا تركزوا في لي ديمونستراسيون اللي يعملها البروف باش حتى كي تنسى في الديفوار تبدا عندك فكره على الديمونستراسيون ولا الحاجه ديك كيفاش لقيناها، دونك انت كي تركز فيها وتحاول تفهمها حتى كي توحل وتنساها في الاكزامان تبدا عندك طريقه كيفاش ترجع تتفكرها فهمتوا. دونك بعد ما تركزوا في الكور تبدوا تخدموا في لي زيكزارسيس كلاسيك اللي هما تلقون في لي باراسكولير والا في لي سيري العاديين، معناها يعطوه لكم بروفيتكم ولا تلقوه في الانترنت، خاطر توا ما شاء الله ما عندكم برشا سورسز نتاع انفورميشن، تبقوا زون اسبوع هكاك اسبوع ونص اسبوعين وانتم نحكيكم في البدايه، معناها اسبوعين وانتم تحضروا باللي سيري تاخذوا هكا مره اكزرسيس من دوفوار وكل، قبل الدوفوار اسبوع زون اسبوع هكاك تبدوا انتم ديجا خدمتوا لي زيكزارسيس كلاسيك خدمتوا دي زيكزارسيس صعب، تبدوا تعملوا في لي دوفوار تبدوا تحضروا باللي دوفوار، معناها تشد قبل اسبوع كل يوم مثلا ولا سا دي بون ريتم نتاع القرايه نتاعكم كيفاش، باش انا نحضر عندي دوفوار مات السمانه الجايه نشد نقعد نحط عندي دوفوار مثلا 3 سوايع باش نحط كرونومتر 3 سوايع ويفي ما فهمش كاني في دوفوار بالحق، ما نحكي مع حد بسلمة بحذايا نسكت معاش نتكلم ونشد الدوفوار نتاعي نخدمه فيه نحط بيان سور دوبل فاي كيف ما دوفوار شفتوا عدوه كانه دوفوار، نحط تكمل 3 سوايع نحبس نشوف راحي وين وصلت، اسكو فريمون كملت الدوفوار كيفاش كي توترت كيفاش نجمت نتصرف، اسكو عملت تايم مانجمنت ولا لا، اسكو كيفاش تصرفت، يعني تولوا عندكم فكره كيفاش تتصرفوا في الاكزام كي توتروا واش تعملوا كي يفوتكم الوقت واش تعملوا، بشوي بشوي تولوا تخدموا على الحاجات اللي انتم ناقصتكم، مثلا عبد يبدا يعاني من انه الوقت ما يكفيش للدوفوار دونك هو هي هاز تو ورك اون ذات التايم مانجمنت في وسط الدوفوار، لازمه يعرف الاسئله السهله يخدمها فيسع باش يبقى الاسئله اللي بعدها، سؤال يشد له اكثر وقت لا يفوته، اذا كان بدا يشد له اكثر وقت ولا يوتر فيه معناها تفوته، سؤال هذاك لا طارت نقطه نقطه ونص، دونك خير من انك تخسر نقطه نقطه ونص خير من انك تنقص عليك برشا برشا نقاط، معناها في الاخر تفوتها تمشي تخدم الباقي تلقى روحك مازال عندك نص ساعه وعندك ثلاثه ولا اربع اسئله فايتهم ما فهمتهمش ترجع تبدا مرتاح، دونك كل واحد فيكم ينجم يلقى الطريقه اللي تعاونه، اما لازمكم تحطوا روحكم في سيتوياسيون تاع الاكزامان باش تعرفوا روحكم في اكزامان كيفاش تتصرفوا كيفاش تتعاملوا مع الوقت كيفاش تتعاملوا مع الاسئله الصعيبه، وتحطوا روحكم بالحق في سيتوياسيون تاع اكزامان باش يور برين ويل بي ايبل انه
يعمل ريفيرونس معناها كي يبدا في اكزام ما يحسش راح خايف ما يحسش راح هذه كونديسيون حتى مره ما حطيت فيها لا عادي انا موالف باللي دوفوار عملت برشا دوفوارات حطيت روحي في سيتوياسيون تاع اكزام دونك ماشي سيتوياسيون غريبه عليا سيتو سيتوياسيون فاميليير عندي معناها فهمتوني دونك حاجه ياسر امبورطون راهي جربتها وياسر ناجحه اعملوها ديما حط روحك في سيتوياسيون تاع اكزام ديما حضروا بدي دوفوار قبل ما تحضروا قبل الدوفوار معناها حضروا بدي دوفوار دونك تو اذا كان انتم في بيريود ديز اكزام وعندكم مثلا دوفوار قريب وكل شيء ماذا بيكم تشدوا دوفوار كامل تخدموه كانه دوفوار it will help you a lot ديجا قلتها لبرشا عبيد و they told me ان yes it worked وكل دونك انتم زادة ننصحكم انكم تجربوها و sure it will work توا بيان سور ما ننسوش الدور متاع اللغات واللي اوبسيون حاولوا ما تنقلكتوش برشا عبيد نعرفهم يشدوا يركزوا لك كان على هاو معناها مات هاو فيزيك هاو سيونس وكل شيء اما نو وات اباوت الفرنسي والعربي والفلسفه وكل راهم مضافهم كي تجمعهم يجوا قد المات وميبي اكثر دونك حاولوا ما تنقلكتوش لي زوبسيون حاولوا ما تنقلكتوش اللغات على خاطرهم مهمين خاطر كي تجمعهم مع بعضهم تلقاهم الكوفيزيون تاعهم قوي برشا ينجم يطيحك تنجم تبدا جايب طياره في المات طياره في الفيزيك اما النيفو تاعك طايح في اللغات الاخرين مثلا عربي فرنسي انجلي كيك سوا لوبسيون اللي ماخذها دونك الموين تاعك باش يطيح اوتوماتيكمون حاولوا ما تنقلكتوهمش حاولوا كي تبدا عندكم كيما قلت لكم قبل دي زوبريز ولا بروف غيب ولا حاجه تجبدوا تستغلوا الوقت هذاك تحضروا دي باراجراف ديجا تشيك الاول فيديوز اللي حكيت فيهم على تحضير اللغات باش تكون عندكم فكره مور ديتيل خاطر تو مش نحكي برشا برشا على هالحكايه دونك بشوي بشوي توصل لدوفوار تلقى روحك ديجا عندك مخزون باهي من المعلومات مخزون باهي من ليزيكزارسيس خدمتهم كيك سو فرونسي كيك سو لونجلي دونك ما تحاولوش تحسوا ان فما حاجه اهم من حاجه راهو لا كلهم مهمين حاولوا تعطوا تركيزكم للسبجكتس الكل بيان سور فما حاجات باش تشدك اكثر وقت من حاجات اخرين مش كيما باش تحضر مات كيما باش تحضر فرونسي مي مش معناها هذا نشدوا المات نهار الكل ولا فيزيك ولا انفو ولا كيكس ولا حاجه تشدينها تحضروا فيها واللي عندكم كوفيسيون كبير في السيكسيون تاعكم وتنسوا الحاجات الاخرين اللي تعاونكم برشا انكم تطلعوا على الموين او فابلي سا سي تو بالنسبه للعبيد ديما تسال فيها على الكتاب تاع لونجلي الكتاب تاع لونجلي ديجا فسرت لكم في برشا فيديوهات راهو كتاب ختمناه عملناه معناها من الخدمة بتاعنا بتاع عام كامل كل topic كل تيم بتاع انجلي باش تلقى فيه topic اكثر topics اللي تسألوا في التيم هذاك مثلا بتاع الهوليديز باش تلقى شنو ما اكثر topics اللي هم احنا مشينا درنا في اللي كونكور وكل وفي اللي باراسكولير شفنا مثلا انا booking a holiday ولا complaining about a holiday ولا حاجتك كاك معناها related to holidays شنو ما اكثر topics اللي تسألوا نمشوا للtopic هذاك نجبدوا عليه برشا ideas من الانترنت نشوفوا real reviews من الويب سايتس وكل من بعد نلموهم تتلقوا الideas الكل ملومين من بعد تلقوا writing مكتوب بطريقة معناها صحيحة writing حقيقي معناها فيه introduction مش just ideas لا bien construit writing ومصلح من عند البروف كل topic تلقوا فيه two writings بخلاف كل تيم فيه خمسة ولا ستة اكزرسيت بتاع جراما اللي هما put in the right tense of form وكل اكزرسيت لكم الكل بتاع الكونجوغيزان وكل ومن اللي باراجراف متاع لي زيكزرسيس نجمو كيف تلقوا ايديز خاطرهم ريليتد للتيم هذاك وفي الاخر تلقوا ريزومي فيه حاجات ريليتد بريفيكس وسوفيكس حاجه هكاك دونك اذا كان انتم انترستد ابعثوا لي في الفيسبوك ولا في الانستغرام كيف ما يعملوا عباد اللي قاعد نشوف فيهم هذا الكل باش نبعث لكم راهو سي بي اي فما برشا حد يقول لي ابعثينا اما راهو سي بي اي يعني تو دو بي اي بوغ افوار ليف دونك راهو يتشرى بالفلوس معناها مش انا بعثه في بي دي اف هكاك على الايميل يتشرب الفلوس دونك كيما قاعدين نشوفوا معناها العباد قاعدين يحبوا فيه وقاعدين ينفع فيهم برشا والريفيوز نتاع يعني ياسر باهين اذا كان انتم انترستد وحابين تحسنوا الفهم تاعكم تاع الانجلي سيند مي ا مسج في الفيسبوك ولا في الانستغرام الكونت تاعي مكتوب ديجا تلقوه ان شاء الله هكا هاي باش اول ذا بيست وستي فوكسد وستي هايدريتد وستي ان ا جود انرجي ربي معاكم ربي يوفقكم ان شاء الله وتو كل بيريود نعرف انكم مش تحقوا فيها حاجه مثلا في العطله كيفاش تحضير كيفاش تقسيم الوقت وكل نحاول نعمل لكم فيديو نحكي لكم فيها الحاجه هذيك وان شاء الله ربي معاكم